اهلا وسهلا فيكم من جديد. وهلا فقرتنا مع رند الديسي بدنا نحكي فيها كيف بنعمل المشروبات الساخنه وتحديدا الهوت شوكليت او الشوكولاته الساخنه. صباح الخير رند. صباح النور نسرين، كيفك؟ تمام الحمد لله. صباح الخير غاده. اهلا وسهلا، اهلا فيك. الحمد لله تمام. طبعا كمان مره للاسف بنحب نعزي الاشخاص اللي اهاليهم اللي فقدوا للاسف اولادهم واللي فقدوا ابنائهم امبارح بالحادثه، وان شاء الله انها ما ترجع تتكرر، وان شاء الله يكون صار عندنا وعي اكبر على اهميه انه جد نحن نلتزم بالقوانين وبالارصاد الجويه ايش هي عم بتنبهنا، وانه جد الاشخاص تاخذ الموضوع بحمل جدي اكثر من هيك. تمام، فرحمه الله عليهم جميعا. الله يرحمهم جميعا. اليوم رند رح تحكي عن شيء كثير مهم، وخاصه كمان الأمهات اللي مرات بتغلبوا إنهم يغذوا أولادهم. صحيح. واليوم رح نحكي عن مشروب هو كتير الأولاد الصغار بحبوه، اللي هو الهوت شوكلت أو الشوكولاتة الساخنة. مزبوط. نعم. اليوم رح نحضر نوعين من الهوت شوكلت. رح نحضر نوع للأطفال اللي بيعانوا من زيادة في الوزن والسمنة، فرح نحضره بطريقة تكون قليلة بالسعرات الحرارية، versus رح نحضر نوع للأطفال اللي بيعانوا من قلة في الوزن، بيكي إيترز، أطفال انتقائيين ما عم بيقبلوا يأكلوا كل إشي، وإحنا بنحتاج بهاي الحالات إنه نحن نعطيهم غذاء مكمل أو حليب مخصص لحتى نعزز من السعرات الحرارية اللي عم ياخدوها ونزيد من قيمة الغذاء اللي هم عم بيستهلكوه. طبعاً هون إحنا جايبين نوعين مختلفين، وأكيد جايب النوع اللي عم بنلاقيه بالسوق كتير اللي هو سريع الذوبان. أوكي، هاي الأنواع من الشوكولاتة الساخنة اللي بدي أبعد عنها بشكل كتير كبير. عادة الشوكولاتة سريعة الذوبان بتحتوي على نسب عالية جدا من السكر، وبنقدر نشوف انه اصلا السكر موجود فيها بنسب عالية كتير، بالاضافة انها هي بتحتوي على الزيوت المهدرجة. هاي الزيوت هي عبارة عن زيوت سائلة بتتحول لزيوت صلبة بودرة لحتى تعطيني شلف لايف او مدة صلاحية اطول. نعم. بالضبط. فهاي الزيوت المهدرجة للأسف خطرة جدا على الاطفال، على صحة الاطفال، وبدي انتبه منها بشكل كتير كبير، وبنفس الوقت عم تعطيني سعرات حرارية فارغة كتير عالية. نعم. فهاي المشروبات اللي احنا بنلاقيها سريعة الذوبان، الشوكولاتة سريعة الذوبان، للأسف لا تعتبر صحية للطفل، ما عم ناخذ قيمة غذائية. صحيح يمكن الأطفال تستسيغها شوي لأنه فيها نسبة سكر عالية، ولكن للأسف الضرر الصحي عليهم بيكون على المدى البعيد. صحيح. طيب كيف احنا ممكن نحضر إشي صحي؟ تمام. هلا هون احنا جايبين الشوكولاتة الخام. رح نلاحظ انه في فرق كتير كبير ما بين الكاكاو اللي بيكون خام والكاكاو اللي بيكون مخلوط مع اي نوع من الحبوب الأخرى. الكاكاو الخام عادة بيكون لونه مائل للأسود أكثر لأنه هو داكن جدا، عادة فيه نسبة عالية من زبدة الكاكاو اللي هي مفيدة جدا جدا للأشخاص. إحنا ما بنخاف من الشوكولاتة بسبب الكاكاو، إحنا بنخاف من الشوكولاتة بسبب السكر اللي بينضاف لإلها على الكاكاو. بالضبط. نعم. مع إنه الكاكاو مفيد جدا، بيساعد على التركيز بنسب كتير عالية، بيعطي الأطفال طاقة ولكن من شكل صحي، بنفس الوقت فيها نسب عالية من الفيتامينات من المعادن، وبتحتوي على الحديد للأشخاص اللي عندهم نقص حديد وخاصة الأطفال. هلا رح نحكي ليش بينتشر عندنا نقص الحديد عند الأطفال بالأخص. نعم. وبنفس الوقت الكاكاو تعمل على تحسين الدورة الدموية، بنفس الوقت تعمل على توسيع الشرايين. يعني هي مفيدة لكبار السن زائد صغار السن بكل الأعمار، ولكن خلينا نحاول قد ما بنقدر نختار الكاكاو اللي بيكون خام ما فيه سكر ما فيه أي مواد مضافة، ونحضره بالبيت. تمام. طيب. خلينا نحضر إذن أول واحد نشوف كيف. تمام. هلأ هون عندي بهذا المشروب أنا حاطة عندي حليب قليل الدسم وغالية مع الحليب القرفة. نعم. السبب الرئيسي اللي أنا حطيت فيه القرفة، القرفة بتعطي الطعم الحلو، فأنا بستعيد عن إضافة نسب عالية من السكر بهذا الهوت شوكولات اللي بدي أعمله قليل الدسم للأطفال، بنفس الوقت أنا عم باخذ الطعم الحلو اللي أنا بحتاجه بالهوت شوكولات. قرفة عيدان. قرفة عيدان. أو ممكن الباودر ما بتفرق، بس أكيد العيدان أفضل. فأنا هون أوريدي غالية الحليب مع القرفة العيدان، أوكي؟ أو فينا ناخدهم على الشكل الخام ونغليهم مع الحليب. الحليب اللي أنا مستخدمته هون هو مش حليب بقري، أنا مستخدمة حليب اللوز أو ممكن أحط حليب الصويا، بيحتوي على نسب عالية جدا من البروتينات، سعرات حرارية بتضاهي أو بتعادل السعرات الحرارية الموجودة بالحليب البقري، ولكن ما فيه نسبة الدهون المشبعة الموجودة بالحليب البقري إذا أنا بدي أعطيه للأطفال. فممكن إنه نحن بسهولة بس رح نضيف عليه الكاكاو. طريقة كتير سهلة. بعد ما تغليه وتصبيه بالكاسة ولا هو بغلي؟ لا بعد ما نغليه. أوكي تمام. أوكي. إذا بخليه يغلي معه.
الكاكاو مش بالضرورة. ما بخليه يغلي. لا مش بالضرورة. ممكن انه احنا بنغلي القرفة مع الحليب بعدين بشيل عيدان القرفة او بخليهم، ما بتفرق للاشخاص كيف ما بتحب، بس احنا رح نشيلهم عشان نقدر نخلطهم بطريقة اسهل، وبعدين رح اضيف عليهم الكاكاو. اوكي هلا فبهاي الطريقة وبنحليهم بالعسل، بنحليهم بنسبة صغيرة من العسل إذا احتجت، لأنه القرفة رح تعطيني طعم كافي من الحلاوة. ورح أحط عليهم الكاكاو بالكمية اللي أنا بفضلها. الكاكاو مش حلو؟ لا، هلا هون انا اخذت الطعم الحلو من القرفه وبنفس الوقت حطيت كاكاو اللي عم بيعطيني كمان طعم زاكي كثير للمشروب، بس رح يضل لونه افتح من العادي لانه الحليب اللي انا مستخدمته مش حليب بقري كامل الدسم، فبتكون قوامه اخف من الحليب البقري. ممكن اكيد اني اضيف العسل لنحنا نحلي هذا الحليب او المشروب لحتى ازيد من رغبه الطفل انه يستهلكه. رح يعطيه سعرات حراريه معتدله، مش اكثر من 100 سعره حراريه بالكوب الواحد، يعني تعتبر سناك خفيفه صحيه، وبنفس الوقت بيعطيني الطاقه اللي انا بحتاجها لفصل الشتاء لنحنا ندفي اجسامنا. وبزبط للكبار مش بس للاطفال. اكيد اكيد بزبط للكبار وطعمه زاكي كثير بشهي. طيب خلينا نشوف اذا النوع الثاني من الهوت شوكليت. تمام. للاشخاص او الاطفال اللي هم حاجة لسعرات حرارية أعلى. هلأ هون اللي إحنا رح نعمله، إحنا مستخدمين حليب النمو تبع الأطفال، يعني مش حليب بقري، مش الحليب العادي البودرة اللي أنا بلاقيه بالسوبر ماركتات. هاي الأنواع الحليب نحن بنسميها growing up milk، أو الحليب اللي هو بيستخدم بسنوات نمو الطفل. عادة إحنا لما نبلش نعطي الطفل بعد الستة أشهر إما الحليب الطبيعي أو لما نوقف الحليب الاصطناعي، للأسف دغري إحنا بننتقل للحليب البقري، وهذا بنشوفه من أكثر الأغلاط شائعة ما بين الأمهات. اللي احنا ما بنعرفه انه الحليب البقري بيحتوي على نسب عالية جدا من الدهون المشبعة، هاي الدهون بتأثر على امتصاص الحديد والفيتامين دال بجسم الأطفال، فبتقلل من امتصاص الحديد بتقلل من امتصاص الفيتامين دال، عشان هيك بنشوف انه كتير عندي شائع نقص الحديد ونقص الفيتامين دال بأجسام الأطفال أو بأجسام التودلرز، احنا بنسميهم ما بين عمر سنة إلى 4 سنوات. نعم. الحل الأفضل انه نحن نستعيد عن حليب البقري بالحليب المكمل أو الفورميلا ميلك، الحليب الاصطناعي. نعم. اللي بيكون مخصص لأجسامهم. طبعا للأمهات اللي بتفضل انها تكمل الرضاعة الطبيعية بعد أول سنة وممكن انها تضلها لعمر السنتين انها ترضع، هذا إشي رائع جدا، بس للأمهات اللي ما بتقدر لأي سبب من الأسباب انها تكمل في الرضاعة الطبيعية فبعد عمر السنة، احنا بنفضل بدل ما ننتقل للحليب البقري ناخذ الجروينج اب ميلك. هلا الحليب اللي انا جايبته هون هو حليب ذات سعرات حراريه عاليه جدا، مناسب جدا للاطفال الانتقائيين اللي الام كثير بتتغلب وهي عم بتطعميهم، بيحتوي على 1.5 سعره حراريه في كل ملي، يعني في ال 100 ام ال هاي الصغيره احنا عم ناخذ تقريبا 150 سعره، فما بالك اذا عملنا له للطفل مج كبير 200 ام ال وقبل انه يشربه احنا عم ناخذ 300 سعره فقط من الحليب من دون الاضافات. فتعتبر وجبه مغذيه جدا، مليئه بالفيتامينات، مليئة بالمعادن لأنه هو بيجي مدعم بالفيتامينات وبالمعادن، وبنفس الوقت عم بيعطيني قيمة غذائية عالية. ممتاز. إيش تضيفي عليه؟ لأن أنا شايفة فيه أمور غير الكاكاو. بالضبط. هلأ هون رح الأشياء اللي رح تضاف رح تكون شوي مختلفة. اللي رح نضيفه أولا رح نحط 3 معالق من الحليب المكمل. نعم. لونه رح نلاحظ أنه لونه كتير رح يكون أغمق من اللون الحليب الثاني اللي هو الألموند ميلك أو بالضبط أو حليب الصويا. نعم. هلا احنا بنحطه بنغليهم مع بعض؟ طبعا لا طبعا، بس هي بدها تكون مي ساخنه او مي مغليه زي ما بتحبوا. اوكي. شايفه قديش القوام تبعه اتقل حتى من الحليب البقري؟ صحيح. ولونه اغمق، فهذا اللي نحن بنسميه الحليب المكمل او الحليب الاصطناعي. اوكي. بالحليب الاصطناعي رح اضيف عليه الكاكاو زي ما عملنا بالحليب الثاني. رح نحط كمية أكبر لأنه أنا بحتاج سعرات حرارية أعلى، فحطينا تقريباً 3 معالق صغار. بالضبط. أوكي. رح يعطيني كثافة كتير أعلى، وممكن أني أضيف عليه نفس الإضافات اللي إحنا بنضيفهم على السحلب لحتى يعزز من القيمة الغذائية ويزيد من السعرات الحرارية اللي موجودة بهذا المشروب، فأنا عم بزيد سعرات حرارية، فممكن أني أنا أضيف عليه مثلاً جوز الهند. أها. أوكي. رح يعطيني قيمة غذائية كتير عالية ورح يزيد كتير من السعرات الحرارية الموجودة ورح يصير طعمه كمان أطيب كتير. رند إحنا حطينا سكر؟
هون ما حطيت سكر لانه هو محلى. هو مش محلى بس دائما انا التحلاية اللي عم بستخدمها هي العسل. عسل. يس. يعني اذا نقدر نحط عسل طبعا أو اكيد يفضل أكيد. طبعا العسل احسن من السكر طبعا طبعا. وبعدين رح اضيف الجوز كمان لحتى نعزز من القيمة الغذائية. رح نزيد كتير من السعرات الحرارية وكمان السعرات الحرارية الصحية، وعادة صعب انه نحن نقنع الاطفال انهم ياخذوا المكسرات الصحية، فهاي طريقة ذكية. وعشان احنا ما كتير نضيف طعمات او كتير نضيف فليفرز، ممكن اني بس احط رشة صغيرة من القرفة اللي كتير بتروح بطريقة حلوة مع الكاكاو. بهون انا بكون حضرت مشروب صحي للطفل بيحتوي على 370 سعره حراريه بالكوب الواحد، فانا في عندي سعرات حراريه عاليه جدا، بس طبعا نزيد الكميه شوي لحتى اخذ قيمه غذائيه عاليه وبنفس الوقت اعزز من التغذيه اللي الطفل عم بيحصل عليها. شكرا يا رند على المعلومات القيمة اللي اعطيتينا اياها، خصوصا انه احنا هلا في البرد وفي فصل الشتاء بحاجه دائما لمشروبات دافيه تعطينا طاقه. شكرا لك، يعطيك العافيه.